فاكر فاكر الحوسه. السلام عليكم، عاودوا لي بجديد مع باتل فيلد 1 باسم قيصر. قلت نزيد نلعب شويه ولا غير راني عيان، مي قلت نزيد نسجل لكم شويه. ها اصبر تبى تعطيني المركب تصمم ما حتى واحد. واه خلينا نديرو اين تروع لها بالدخله دوي. ايه راه السيده في بحر الحب عامقه. دونك كيما قلت لكم جماعه، والله ماني عارف اش درت لكم لي زيبيزون اللي فاتو، مي راه تبان لي على باتل فيلد هذه الايامات باسكو شفت بلي فيهم لي فيو بزاف. هيا قلت في خاطركم الشعب الجزائري يموت على الاونلاين، ما بيد ما نكملوا داد رايزين الكات على كل. ذا السلاح شغل لي من البعيد هو والكابوس تاع الماء كيف كيف في الزوج ما يحكمش. اوف الكابوس تاع الماء يحكم واحد شويه اخر من حي حي خذ لك. اصبر جدك اصبر. ما لكم ملاح لاباس الحمد لله. كاش كاش لي جاكم تسناوهم؟ راني نسنى في فيفا دي جويت و شادو موردر منهم خارجين ان شاء الله. راح يكونوا ماشي كما راح يقولوا لي كود نسيت ولا هكا. خلينا منكم، وقلت لكم مع نفسها محرمه تكون تلعب باتل فيلد وتهضر على كود والعكس صح بالنسبه للناس متعصبين. واه ان شاء الله هيك يخرجوا نسي نجيبهم و... واحد راه نسكت سكت كيكري قول لك. اصبر تربح تات الدين ندي. عبا قلت لكم العب كيما تبغي، المهم ديرهم ذا صوالح في الجيم. انا واحد شويه تغيرني تاع واحد جي يقتلني بدبابه، روح دبز دبابه. اصبر اصبر يوما قال لك يسموها ليبيزود تروح غير مع الدبابه ميهم. لا انت خبي خبي انت كي نلحقو فماك وجبد هذا صراك يقتلني بالدبابه تحقر. هي لو كان جا راجل ايه نورمالمون ينزل من الدبابه وجي يقتلني، كما قال لك ما بقاتش الرجله في وقت النساء. الصيد الثامن وراك وراك والزمن طويل. رأيتم كيف يراقب المفترس الفريسة هكذا ايه او كيف؟ وعلاش وعلاش تدي فينا كحكز مع البرد هذا؟ يتجول الأسد المهزوم وحيدا في السافانا على بعد أقل من كيلومترين. لقد تعرض لإصابة في كفه، والأسوأ من ذلك أنه كلما توجه إلى بقعة وجد أنها منطقة لزمرة أخرى. خوانا شتم يا يا عبك يقرس ما تقول اصبر وقلع حتخبط في اللوحة هنا شي هذي دغدغ فيها هذي خايف يشوفوني. خلاص لي خذ لك خذ لك والله ما اوه تربح تمارق انت. على هذه ما تفرش. انا قلت لكم الابيزود راح مع الدبابه، عاوز اكدها لي هذا. ما تبرتش بس موتش فوالا صح هي كانت باينه شغل. اصبر 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 اروح يا ودي مشي كا وقت. لا لا ليست ضخمة وقوية وحسب، بل ايضا سريعة ومرنة. طفح الكيل كما قال لك بلغ السيل الزبا اذ لم يعد امامها مكان تلجأ اليه. والاسود تنتظر اللحظة المؤاخذة. ما تقوليش طردقوها يرحم باب
وعلا 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 هذا هو الهيشة. راكش باغي نطرطك ديك الذباب طلع تربح. راكش باغي نطرطك ديك الدباب اكثر من اللي نقتل البنادم اللي فيها. اه الحمد لله دوك تهنيت. باقي لها مزال دباب واحد اخرى نو هنا واحدة نو راشن صوت البرد راه في ذا الماب جماعة صح تعطيك شغل لي واحد الاحساس بالبرودة يا يعني. المهم هذا الماب تلعب في جونفي فتحوها غير في جونفي جوية ماشي جونفي اصبر جوية هاكيك ديسمبر جونفي ويغلقوها مع الديبي تاع مارس شغل يديرو شغل يديرو تاع يسقسيك يقولك اسكو الشومبرا تاعك ما فيهاش فورنو ولعب باش تحس صح بالماب. اي عندي الافكار انا او كيف نكره الليم لي بوان بغي نلعب انا صح لي بوان يفيدوك مي خلينا ندخل انا بغي نستمتع شكون تقرصو ما فهمتش انايا اها هاو حري رقصتو على نغمات الرصاص هيا بزاف هي الناس راهي تقرص بصح على من راهي تقرص الله اعلم شكرا شكرا على الامداد شكرا كما كاين هنا الشيخ وين هو انت الماب راهي فارغه انا يا والله ما فهمت اها تربح صاحبي شنو حيغدروك من الله اها العود جداك شو هذا الزهر علاش قتلوني يا سيدي لقد فقدنا الهدف بي لا يتحم خذ لك شكلك جيعان ايوه اه واه واه الله مش قامني نخرج هذا حييني شبه اسكت وين راح الله اه واه واه تربح الهدف اي مين ذاك كاين شغل واحد لي ماب انا بالنسبه ليا وما ما قلت حتى واحد وافقني على هذا الراي مي تبان لي واحد لي ماب شغل لي خلوطه تاع الناس يتمركزوا شغل لي مزربعه ما تصيبش بزاف غاش تسمى مليحه لو كان يزيدوا يديروا 64 جوار كونتر 64 بزاف على بالي ما تجي شاب طقطق له هذا او يجب لنا ندبزو مع بعضنا بعض ومانيش عارف لقد فقدنا الهدف سي كاش مشكل خو ما فهمتش كاع شي قال قلت له ايه هو خلاص اها 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 هو 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 خليهولي 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 شابه ما تروحش اها ولا غير روح ليه ولا روح ليه شابه صاحبي روح ليه روح جرنادة روح كش كابوس على الثلج جدا كي يسمع الصوت تاع الدبابة ولا الصوت تاع الخطوات حكمك واحد القشعريرة لقد استولينا على الهدف الآن خيلها في الصحية وين راه مات ذاك السيد هذا هي كما تمشي تقتل بدا تحوس ويلعب غمايضة
هيا ما كان والو. اتس كلير جماعه كان والو من كملوا خدمتكم من هنا. هما يعطوني لي بوان باسكو جيت من فيريفيك. هاي شفته شفته. نو ما تقتلنيش. نو وعلاش بدا زوج خطرات سلاح اسوري تاع ال شي جماعه سوي كي لا خليه تربح يا ودي. ها روح روح كان حيد اللي تور زعما قلت لك رانا غير حنا في حنا يا جماعة. انا مازال ما ندلكمش البيست ونظلك الخطرة نقول لكم وعلى بالي كرهوا اللي يظلوا يشوفوني في فيديو تاوعي ما نديش البيست باسكو البيست يبين اني خشين انا يا وانا مانيش خشين انا هذا هو لعبي. خممت خطرة قلت لكم ندير زعما فيديو تاع المسخير زعما تاع كومباريزون بين زعما البيست واحد يدير البيست وواحد كيلعب زعما برية ديريكت يحطها. ايدي شابة مي ما دخلنا لازم لها وقت حتى كيولو ليفي شوية ملاح ندير. لقد فقدنا الهدف اف كنت جيتي بلاصتو كان كاين داك الوقت لي زيكوتر موطي لي زيكوتر هاكا باسكو ما كان والو شات. نحن في منتصف المعركة ونحن متقدمون على العدو. صحيح الشيخ صحيح على بالي اللي نقرا من فوق. ها ها على ما تقرص. ها هو تونيش الكيلو. تخيل ظل نقولكم تخيلها في الصحة هذه. بابا كوراج ولا لا كوراج جيب سنايبر لاني باغي نروش شوية كرهت. روح للاهري مليحة واحد شوية لا ولا روح للش روح الدباب. او واحد هنايا قتلوه. لقد استولينا على الهدف الجديد. اروح تشوني جيلي دبابه وشافته عطاوة. ايوة قلك منه وروش. اني في ريفي بالك من 32 كنت 32 اللي جمع. لقد استولينا على الهدف دي. زيش جي معايا اجري. لقد فقدنا الهدف سي. عشرين. اوه تبا شي ماتا شغي نقرص الله من يعرف لو ميت ولا تبا ما نعرفش خافي تاع. واو يا قرص دي صوالحك روح باين. شكون هذا الهيشة اللي روش فيه. لقد استولينا على الهدف اف. اسكت اسكت ماشي كاع وقت الاف اسكت. حيا حيا you
ايوه من قد صار منك ما تحكم مش ما عنديش اكسكيوز منا انا مامو اها ما قلت لك سوى هذا زيدوا ديك 7 على 93 ما فهمتش انا كيف 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 كالكوليتو هذيك 73 ما فهمتهاش انا تحسب لي ديرها ديريكت 100 شو الدبابة جات فرشت هاكا هاكا الحوسة والله وتقول قط ايوه هاو صاحبي هنا قلت لي 15 تربح لا فتشختو علا علا مصباح ولا محوس كي صوت شيب شات هذي قلت لك اصبر فهمت انا على جايبينها مورايا الدبابات انايا والله ما فهمت ورا ورا ستين زغدتي الاخر وعلى معليش ليه مولي ديك 60 مع 40 هذيك اللي مشات عطاوني تابا 76 قاعد قصد لهم فتيت فتيت الشبيبة وراهي بحق ماتوش هذيك حكمت المؤخرة تاع العود حيجيبني على بالي ما جبتوش هذيك زوج غدر واحد هو زيد زيد نجيبهم لهذا ثم سخرت قال لي 5 حبات ما يسبب مني والله لاني عيان جماعة راه الليل هذا 4 على 25 غدوة نصبح بكري هاي قال لك اصدموا واللي صار يصير واللي صار يصير يا جيلالي اوهو جدا ايه حق هذي ذي الماب سيد باش نقولكم بلي شغلي تاع نسا خلاص اللي سباس جماعه هيا نقولكم بزاف عينا ليبيزود هذي الحلقه هذي فيديو مش ايبيزود ان شاء الله بلك نزيد نسجل نزيد نحطك كي نفرغ لي سباس من الميكرو هيا بوش